قال وهو واجب من الميقات، ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. الإحرام وهو الدخول في النسك، تلبس بالنسك، وهو قولك لبيك اللهم عمرا، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، حسب أنت ليش مسافر. في ناس مسافرين للعمرة مثل في رمضان أو في غيره من الأشهر غير وقت الحج، ايش تقول؟ تقول لبيك اللهم عمرة. إذا رايح الحج مفرد تقول لبيك اللهم حجا، إذا رايح حج وعمرة متمتع تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، إذا رايح قارن بين الحج والعمرة تقول لبيك اللهم حجا وعمرة، تشبك الحج مع العمرة، فحسب إحرامك.